مساء الخير حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن الغسالة الناشونال دي، نص أوتوماتيك، دي ياباني ومركونة، طبعا ليها سنين مركونة زي ما شايفينها قدام حضراتكم. زي ما شايفين كده أسلاكها، كابل بتاعها هنفكها مع بعض كده وهنشوف ايه الاعضاء اللي فيها وهنحاول نصلحها. الغسالة شغالة زي ما شايفين قدام حضراتكم، ما فيهاش حاجة. هنشوف النشاف، النشاف في مشكلة ما شغالش. هنحاول نشوف المشكلة بتاعت النشاف مع بعض. الموتور مش بيلف زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم. هنحاول نوصله مباشر، نشوف الموتور، العيب في الموتور ولا العيب في مكان تاني قبل ما نحل. طبعا يا حضرات هنوصلها مباشر، احنا زي ما شايفين ادي الكهرباء قدامنا كده. احنا هنجرب الموتور مع بعض. الموتور شغال ما فيهوش اي حاجه ولا فيهوش اي مشكله، زي ما شايفينه بيلف قدام حضراتكم اهو. فاكيد المشكله في المفتاح اللي فوق او حاجه زي كده، يعني هنحاول نحلها مع بعض. طبعا يا حضرات هنحلوا المسامير دي عشان نخلع الوش الامامي. حلو دي المسامير دولة كده خالص. كده احنا فكفكنا المسامير، هنخلع الغطا ده كده اللي فيها اللوحة دي خالص. هنخلع اللوحة دي كلها. طبعا هتجيب مفك عادي وهتعمل لها كده، هتلاقيها اتفلعت بكل سهولة بالشكل ده. هنشوف من ورا من الخلف كده الأسلاك والضفيرة بتاعتها، هنشوف المشكلة جاية من أي مكان. يعني إحنا لما بنفتح الباب كده هنشوف المفتاح ده هو اللي فيه المشكلة تقريبا، فصل الكهرباء. طبعا هنحاول إيه نفك دي كده ونشوف الأسلاك دولة. دولة لما بنفصل بنشيل النشاف كده، هما دولة بيلزقوا، شكلها هي اللي فاصلة دي وموصلهاش مظبوط. دي مملمساش في دقيقة. مشكلة سهلة إن شاء الله وبسيطة خالص أهي، هنشوفها مع بعض. هنرفع دي الأول كده، نرفع دي كده، هننزل دي شوية لتحت كده. كده انا هحاول هجيب لكم على قد ما اقدر. دي مش رافعة مظبوط كده، هنحاول نركبها مظبوط كده. كده هنقفل النشاف، المفروض هو كده يشتغل. هنركب الكهرباء وهنفصل النشاف
على وضع اوف كده مفصول، فرق الكهرباء كده، وصلنا الكهرباء وهنجرب. المشكلة تقريبا في الزرار ده، اشتغل النشاف زي ما شايفين هذا هو بيلف. مشكلة سهلة وبسيطة، مش مستاهلة حتى ايه توديها لواحد صنايعي. كده هنرجع كل حاجة زي ما كانت وهنقفلها. هنثبت الزرار ده مظبوط برضه عشان ما يعملش مرة تانية. طبعا جبنا لها كابل هنركبه لها. تركب الكابل مكانه الاول كده من الفتحة دي، تطلع بيه شوية وتروح عامل عقدة كده بالشكل ده، بحيث انك لما الكابل يتشد كده ما يتقطعش زي ما انتوا شايفينه مشدود كده اهو ما يتقطعش. بعد كده هنوصله عادي طبعا ده إرث. هنربطهم مع الفردتين دول كده، الأسود مع الأسود زي كده، نلفهم مظبوط. نلزق عليهم طبعا عشان وقت الفيديو انا هظبطهم كده. على بركة الله هنجرب يا حضرات. هنشغل الغسالة كده من غير هدوم كده هنجربها. اشتغلت زي ما شايفينها كده. هنفصل هنشغل النشاف برضي، اشتغل زي ما سامعين الصوت، بس احنا مش هنشغل كده ايه، هنفصل زي ما شايفينه قدام حضراتكم اهو بيلف كده. هنقفل الساية بتاعتها اللي ورا بعد ما حطينا الاسلاك مكانها وكل حاجة وزعناها مكانها كده. هنقفل الساية بالشكل ده كده، المسامير اللي تحت نركبهم بالشكل ده كده. بالشكل ده هنركب في اللي فوق بالشكل ده. والربع طبعا زي ما شايفين الغسالة شغالة اهي، والنشاف عبناه هدوم اهو بالشكل ده. هنجرب مع بعض. اشتغل النشاف زي ما شايفين هذا هو، مش هرفع الغطاء قوي عشان ما يفرملش. فكده وصلنا لنهاية الفيلم،
اللي عجبوا الفيلم يا ريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.